أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. في هذا الدرس راح نبدأ نتعلم كيف لما تموت الشخصية هيطلع لنا هون على الشاشة keep going إنه كمل أو إنه ابدأ من الصفر. طيب الآن طبعا keep going إلى ما راح يكون له مجموعة محاولات، مثلا محاولتين ثلاثة. الآن لاحظ أنا مت الشخصية ما عندي ولا زر على الشاشة، بنضيف أزرار، يعني بنضيف widget. تقول بسم الله وخلنا نبدأ نسويها. اول اشي حنسوي خلينا نفتح البلو برنت، نفوت على الشخصيه تبعيتنا. عندنا في الايفنت بيجن بلاي قلنا لما يصير روح الشخصيه صفر سوي لي هاي الاوامر اللي هي اوقف حركه الشخصيه واوقف مدخلات الكيبورد وحركه الشخصيه وسوي لي انيميشن تبع الجري عفوا الموت. فهذه كلها كانت تصير لي مره واحده اللي هي دو وانس. ممتاز. وطبعا عندنا زر ريست بنقدر نسوي لها ستارت مره ثانيه هاي الشغلات إذا كان نروح أكثر من صفر، بس بنوصل هاي هون بتصير نروح لأكثر من صفر، إذا خطأ سوي ريست، إذا صح نفذها لمرة واحدة. ممتاز، خلي هاي مفصولة مبدئيا بعدين بنشوف نوصلها. نقول بسم الله ونبدأ نسوي سيف ونفوت على الهاد. الآن هون في الهاد نفوت على اليوزر انترفيس ويدجت بلو برينت يوزر ويدجت. الآن هيك أضفنا إحنا هاد جديد، شو نسميه؟ نقول إحنا ديس سكرين. والله ديث سكرين اسم جميل الصراحة، يعني ممكن اسم لعبة كاملة شاشة الموت. طيب في هذا الهاد بدنا نضيف عليه كانفاس. ممتاز. طيب الآن الكانفاس هاي بدنا نحط عليها كبسة زر. بيرفكت. الآن بقدر أنا أجيب التكست لو حطيته هون وبقدر أحطه جواتها، بس أنا إذا ما دخل معي جواتها شو بعمل؟ بمسكه من هون وبحطه على البوتوم هون. الآن دخل جوا الزر. ممتاز. طيب لما حطيته انا هون بدي افوت كمان على انكر احطه وسط عشان يجي دائما في نص الشاشه وانا بلعب بس تموت الشخصيه. طيب شو نكتب على الزر؟ خلينا نقول له keep going. ممتاز جدا جدا. وبدي احط كمان زر ثاني وبدي احط عليه تكست مره ثانيه. هاي بدي اسحب هون واحط هون واحط زر ثاني واسمي هذا الزر. بتعرف انا بدي احط السايز نفسه للزر نفسه. ممتاز ممتاز. طيب بدي احط هاد اكتب هون جوا التكست هاد بلاي ستارت اوفر او ستارت اجين. ممتاز. هسه كيب جوينج لما يكبس على هذا الزر اللعبه راح تكمل نفس الناتج اللي عنده، لو كان سكوره 100 حيكمل 100، ستارت اجين حيبدا من الصفر ويلعب مره ثانيه. كومبايل سيف. طيب الان هذا الهد اللي قدامنا ما راح يكون موجود على شاشة اللاعب، يعني لو انا دخلت هون مو موجود، ولو مات الشخصية ما راح يكون موجود. كيف بنضيفه؟ طبعا اللي درس الدرس الماضي بتذكر انه بنقدر نضيفه احنا بكرييت ويدجت. طبعا وين راح نحطه؟ بس تموت الشخصية، احنا بس تموت الشخصية تصير روحها صفر بنضيفه على الشاشة. ممتاز. خلينا نسحب هاي من هون ونقول له كرييت ويدجت. بيرفكت. شو اسم الويدجت؟ ديث سكرين. بعدين شو بنقول له؟ الان هاد سوينا ويدجت، وين بدك اياه يصير؟ اد تو فيو بورت. بيرفكت. ممتاز. مش محتاجين نعمل له احنا متغير لهذا، مو زي الاول، احنا عملنا واحد هون اللي هو الجيم هاد وعملنا متغير عشان كنا نسحب بيانات، هون ما راح نسحب بيانات. ممكن انت تعمل اذا بدك تسحب بيانات لشيء تظهره على الشاشه. مبدئيا هيك انتهى الموضوع. ليه؟ نشغل ونشوف. ممتاز. خلينا نشوف شو بصير الان على الشاشة. ماتت الشخصية. طبعا ليش لاحظ طلعوا في الشاشة. ممتاز. بس ليش اجوا بالطريقة هاي شكلهم؟ لانه انا ما حطيت الانكر الاثنين. لاحظ انا هذا بدون انكر. هيك صار الاثنين مرجعهم هاي نفس النقطة هاي. هيك 100% حيكون موقعهم صح. خلينا نشوف. طبعا موضوع الانكر تلاحظوا. طيب الان انا كمان الماوس ما بيظهر عندي عشان اكبس عليهم، فبضغط كنترول عفوا شيفت اف 1 تطلع بكبس. طب انا كيف بقدر اخلي؟ طب بس هذا في البرنامج الريال انجن، في اللعبه ما راح تقدر تضغط شيفت اف 1 تطلع لك الماوس، لازم تعمل حركه للاعب انه يقدر يطلع يظهر له الماوس. شو بنسوي؟ بنقول له جيت بلاير كنترولر. ممتاز. وشو بنقول؟ بنقول له set
ماوس سيت ماوس كيرسر. هاي ممتاز. الآن إذا هاد عليه علامة صح بيطلع الماوس على الشاشة. ممتاز، خلينا نشغل ونشوف. الماوس لازم يظهر لحاله، لاحظ الماوس بيختفي. طيب خلينا نموت الشخصية. لاحظ الماوس ظهر بدون ما اضغط شيفت اف 1، ولو كبست في اي مكان لسه الماوس ظاهر. ممتاز جدا جدا. الان طبعا انا ممكن اعمل، راح اخفيه كمان شوي الماوس، كل ما تبدا اللعبه يختفي ولما تموت الشخصيه يظهر. بيرفكت. نرجع احنا الان هون. طيب لما بدي اضغط على هذا الزر بدي يسوي لي اوامر. خلينا ننزل لتحت شوي. بدي اقول له اون كليك على كيب جوينج اون كليك. لما بدي اضغط شو بده يعمل في الشخصيه؟ اول اشي بدي اعمل لي كاست على الشخصيه. كاست تو بلو برينت اندرسكور ثيرد بيرسون كاركتر. ممتاز. بدي اسحب من هون، قلت بلاير بان. ممتاز. الان صرنا نستخرج، نقدر نستخرج بيانات. طب اول اشي بده يصير بدي اقول له الهيلث الروح ست هيلث. بدي ارجع اعبي الروح مره ثانيه. ممتاز. طيب كم بده يتعبى الروح؟ اربعه، او حتى ممكن طبعا ممكن اعمل زي هيك ست. لا عفوا، جيت ماكس هيلث، احطه على قد الماكس هيلث، انه يرجع يعبي الروح على الماكس هيلث كله فل. ممتاز جدا. الان هيك انا رجعت حطيت روح مره ثانيه للشخصيه. بالوضع اللي انت شايفه الان الشخصية لسه ما راح تتحرك، راح تضلها على الأرض بس راح يتعبى روحها. خلينا ناخذ نظرة، وطبعا راح يعملها أبديت بس يصير في حادث. نشوف الآن، لاحظ ماتت الشخصية. الآن لما توصل هاي السيارة، يا الله شو بعيد السيارة، لما توصل هاي السيارة وتخبطها لازم يتعبي أربعة. هاي أنا ضغطت، لاحظ لازم يعبي لاحظ اتعبى الروح بس الشخصية لسه ميتة. ممتاز. الآن خلينا نرجع احنا على ديث سكرين. احنا عبينا الروح بس بدنا كمان نشغل الانبوتس. لاحظ هون احنا ايش قلنا له؟ ديسيبل انبوتس. بدي اقول لا انيبل انبوتس. بسحب من هون انيبل انبوت. ممتاز. جيت بلاير من هون، جيت بلاير كنترولر. جيت بلاير كنترولر وموصل هاي هون. دقيقة بس خلينا نشوف. دقيقة هو ايش كنا لا احنا ما في داعي اصلا، بلاير كنترولر اصلا موجود جوا لانه في تارجت هون، فانا كنت بسحب قاعد عشان اوصل موصلين بالتارجت. ما في داعي نجيب بلاير كنترولر لانه اصلا جايها من جوا الشخصية. اذا خلاص بكفي زي هيك، نسوي ستارت. الان لما حتموت الشخصية لازم اكون قادر على اني احرك الشخصية. لاحظ الان انا ما بقش قادر احرك، بضغط كيب جوينج بقدر احرك يمين ويسار. ممتاز جدا جدا. طيب لهون ممتاز. طب بعد انيبل انبوتس شو بدنا نعمل؟ بدنا نسوي الموفمنت، بدنا نضيف على الموفمنت على الشخصيه. خلينا نيجي احنا الان هون، بدنا نجيب من جوا ثيرد بيرسون كاركتر كاركتر موفمنت. جبنا حركة الشخصية. طيب من حركة الشخصية شو بنسوي؟ سيت موفمنت مود. ممتاز. بوصل انا هاي هون وبحط هاي على ووكينج. الان يفترض ترجع الشخصية تمشي عادي كومباين سيف، لكن حتمشي وهي على الارض يعني. خلينا نشوف. ممتاز جدا. الان انا عندي الماوس بضغط كيب جوينج. لاحظ راح تمشي الشخصيه وكل امورها تمام، لكن مش حفسحف على الارض. طب انا كيف اصلح هاي المشكله؟ برجع مره ثانيه هون. لاحظ انا كل شوي قاعد بفك المشاكل، الاشياء اللي انا ثبتها، انا خليته يغير المش بلاي انيميشن مسويها مره واحده. الان انا بدي اقول له من جوا الشخصيه جيب لي المش، وبدي اقول له انيميشن مود. بدي اقول له ست انيميشن مود ست هيك.
ممتاز. ايش بدي استخدم؟ بدي يوز انيميشن بلو برنت. خلينا نشوف احنا الانيميشن بلو برنت اللي هي هاي انيميشن مود يوز انيميشن بلو برنت. ممتاز. يعني هو هذا راح يرجع يرجعهم مره ثانيه. كومبايل سيف. تمام. بس اطلع اشوف انا هون. طلع لاحظ انا بدي اورجيك الان هاي فولس ما عم تترست. خلينا نسوي كومبايل سيف. راح تلاحظ مشكله راح تصير معك اذا ما حتى وصلت هذيك. الان انا عندي ممتاز جدا ممتاز. مات الشخصيه بضغط كيب جوينج رجعت الشخصيه تركض عادي. طيب ممتاز جدا جدا. لكن الان لاحظ بتموت الشخصيه وما ما بقوا على الارض وكل شيء. ليش؟ لانه انا عندي هون ما وصلت هاي. خليني اوصل هاي راح ينفذ حاله الموت مره ثانيه لانه هو سواها مره واحده فقط. خلينا نجرب الان ونشوف شو راح يصير. خلينا نشوف. اوكي هاي خسرنا واحده 2 3 4. كيب جوينج اضغط عليها. تمام. لاحظ مات مره ثانيه. بضغط كيب جوينج بروح مرة الجاي. ممتاز جدا برجع يقوم كل مرة قاعد. طيب لاحظنا احنا كمان انه انا عندي الهيلث اللي هون بعد ما سويت له ست لسه ما بعرض على الشاشة القيمة. فانا لابد اني اقول له انه ارجع اقول له اجيب له هذول كلياتهم وارجع اقول له مرة تانية ينفذ ليها على الشاشة. طيب كيف راح اسوي الحكي هاد؟ راح اجي من هون اقول له get HUD. راح اقول له ايش كان اسمها؟ هي هيلث ولا ايش؟ هيلث بار. جيت هيلث بار ست برسنتج. ممتاز. بس خليني انقل كل هذول لقدام شوي هيك. صار في عندنا كثير خيطان. خليني انزلهم لتحت بالمرة هي. بس اقدر اشوف انا الاشياء اللي بسويها. وبعدين بدي اقول له ست برسنتج. لما نرجع لهون مره ثانيه هيلث تقسيم الهيلث ماكس بجيب بسحب انا الهيلث من هون. هيلث تقسيم وبجيب الهيلث ماكس بوصلها هون. لاحظي موصل في مكانين وبرجع اوصل هاي هون وباجي بدي اوصل انا هاي هون. افصل هاي من هون اوصلها هون. الان اللي صار ركبنا الهيلث بعدين بدا يسوي الانبوت يدخل الانبوت وكل شيء. خلينا نشوف الان لما اضغط تشغيل حيطلع مره ثانيه ويعبي الهيلث من اول ما اضغط الزر. خلينا نشوف. ممتاز جدا جدا. كيب جوينج عبى الروح. طيب الكبسات لسه موجوده على الشاشه كيف بقدر اشيلها؟ بفوت انا هون اخر اشي بقول له ريموف بيرنت. وينها؟ فروم بيرنت. الان لما اضغط على الزر انا بعد ما تنفذ كل هاي الاوامر ريموف فروم بيرنت. اوكي نجرب الان. لاحظوا احنا الان تعلمنا كثير كثير اشياء رائعه في هذا الدرس. طيب كيب جوينج. لو ضغطت لازم تختفي. ممتاز وكملت اللعبه تبعيتي عادي. طيب الان لاحظ انشا لي واحده جديده. الان بدي اعمل حركه بدي احط ليميت للكيب جوينج. خليني نجي انا الان نطفي. بدي افوت جوا الشخصيه بدي احط انا خلني اجي وارجع هدول شوي لورا هيك. عفوا بدي ارجع هدول لورا. تمام. الان بدي احط جوا الشخصيه قيمه وبدي هي تكون عدد المرات اللي بترجع يحاولها مره ثانيه. ليش جوا الشخصيه؟ هذا موضوع جدا 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 مهم. المشكلة عندنا هون انه هاي الشاشة كل مرة انا بتموت الشخصية يتم انشاء شاشة جديدة. فكل مرة لو حطيت قيم هون حتتجدد القيم. يعني الشاشة عند حالة الموت اول ما تموت الشخصية راح يقول لك ايش؟ انشئ شاشة جديدة. وحتم انشاء شاشة جديدة وهاي الشاشة كل الكبسات اللي فيها لو حطينا ارواح خمسة وبسوي ناقص واحد. لكن لما ترجع تنشئ شاشة جديدة حترجعها من خمسة. فالان احنا حنعمل قيمة داخل الشخصية. خلينا نسوي قيمة في الفاريبل نسميها lives ونختارها integer. ممتاز. واجي على الدث هنا screen واسحب من هنا lives get lives. الان lives هاي بدي اعملها انا بدي احط طبعا كون بدي اعمل set lives
وبتيجي من هون طبعا، وهاي بدها توصل مرة ثانية هون. صار في كتير أوامر صح؟ تمام. الآن بدنا هذا اللايفز هاي شو بدها تسوي؟ بدها تنقص واحد كل مرة بنعيش فيها. نوصل هاي هون ناقص واحد، وبعد هيك بنقول له برانش شرط. ايش هو الشرط؟ اذا كانت قيمة اللايفز اصغر من، او عفوا اكبر من، اكبر من صفر بدنا الشخصية تعيش. اذا اقل من صفر بدنا الشخصية، او صفر ما بدنا الشخصية ترجع تعيش. فخلينا نقول له مثلا عندك روحين وخليهم ثلاثة. ممتاز. الآن إذا أرواح أكبر من صفر بتعيش الشخصية. خلينا نوصل هاي هون. طبعا في ملاحظة كلكم عارفينها، سويناها ألف مرة، القيمة هاي إذا بنضل نكبس راح تصير أقل من، بتصير بعدين الزر كل ما نضغط عليه راح تنزل هاي أقل من واحد. طيب نقول له إحنا هون كلامب أقل من صفر، عفوا من صفر، نقول له عدد الأرواح مسموح له رقم ما لا نهائي، ونقول له خلص الارواح هاي ما بتصير تحت صفر، بس دائم اي شيء ممكن، ما في مشكله. الان كومبايل سيف، خلينا نجرب ونشوف هل الكود اللي كتبناه منطقي او في خطا انا عملته الان. خلينا نجرب. ممتاز. كيب جوينج. ممتاز. هاي الشخصيه كمان مره. يفترض الان انا ما اقدر اعيش مره ثانيه. لاحظ انا بكبس ما بتعيش الشخصية خلص. طيب الان انت ممكن كمان تحط هون رقم، تسوي بايندينج للقيمة وتقول له برنت، يعني تجيب القيمة وتطبعها وحطها هون، انه هون تبقى 3 2 1، تقدر تحطها هون. هاي حترك لك اياها، انت تعلمت كتير البايندينج، تعلمت البلينك كيف سويناها، وتعلمت الرقم اللي فوق، فهاي حتركها عليك. انت تقدر تحط قوسين وتسوي فورمات تكست. طيب ستارت اجين، خلينا نفوت على الديسك سكرين، نيجي على الديزاينر، نيجي على ستارت اجين، ونيجي على اون كليك. طبعا بدي اسميهم هذولا، اعيد تسميتهم، مش راضي نتبرى من هون. ستارت اجين، وهي بدي اسميها كيب جوينج. ممتاز. افوت هون، هاي صار اون كليك ستارت اجين. هاي بسيطة جدا جدا جدا. بقول له open level by name. طيب شو اسم الليفل هذا؟ هو third person map. نكتبه هون. طبعا انت اذا في حرف واحد غلط ما تشتغل. third person map. انا كتبتها صح؟ كتبتها صح. طيب خلينا نجرب الان. خلينا نكتب الشخصية اللي معانا ونشوف لما بدي اضغط على الزر التشغيل. هاي بدي ستارت اجين. لاحظ بدأ من الصفر مره ثانيه. ايش اللي صار؟ فتح الخريطه مره ثانيه، بس هذا بكل بساطه هذا اللي سويناه. الان طب خلينا نجرب الزر الثاني. هاي شغال، كيب جوينج. ممتاز والامور تمام. والان نجرب كمان هذا الزر ستارت اجين. كل شيء ممتاز جدا جدا جدا. طبعا الان اذا كل ملاحظه مهمه بدك تعرف هاي المعلومه، انه الشخصيه الان راح كل مره راح يكون عندها 3 ارواح. يعني انت بدك تسوي متجر وبدك الشخصيه يصير عندها 3 ارواح على اللعبه كلها، ولازم يشتري الارواح هذه. في شيء ثاني في اللعبه في انريل انجن اسمه جيم انستنس. جيم انستنس ادرسها على جوجل، حتلاقي كثير اشياء جميله في جوجل عن جيم انستنس، وراح تعرف انه هاي القيم تتخزن حتى لو طفت اللعبه، وبتخزن في اشياء زي هيك راح لازم تتعلمها، راح تكون موجوده في قيم، هاي القيم مخزنه للابد. نسينا نسوي شغله بس سريعه. الان لما بدينا اللعبه كان الموضوع تمام، ما عندنا اي مشاكل، نلعب وكل الامور تمام، لكن في شغله نسيناها. الان لاحظ لي على الشاشه هاي الشخصيه بدها تموت. الان بدي اضغط كيب جوينج. كيب جوينج، لاحظ الماوس لساته معي بكبس فيه عادي، بس هذا الاشي مش منطقي يكون الماوس ظاهر للاعب. فانا ايش بدي اعمل؟ بدي اخفي الماوس. كيف نخفي الماوس؟ تتذكروا احنا عملنا كل اشي هون، لاحظ كل اشي بعد do once سويناه ونقلناه على this screen. ممتاز. في this screen بدنا نيجي لما نضغط على زر keep going بدي اخفي الماوس. باجي انا هون بسحب هاي، او لا قبل ما اسحب هاي بضغط right click get player controller، بعدين باجي بقول له set mouse
تنزل آخر إشي set show mouse cursor مؤشر الماوس إظهار مؤشر الماوس وبحطها خطأ كانت هنا نحطها صح الآن بنحطها هنا خطأ بضغط compile save خلينا نجرب الآن نشوف شو راح يصير ممتاز لاحظ keep going بدي أضغط على keep going الآن الماوس معي بس لو أضغط مرة تانية اختفى الماوس الضغطة هاي كانت للإديتور لكن في اللعبة الحقيقية حيختفي على طول الآن أنا بلعب بدون ماوس ولا أي ولا في أي مشكلة ولو ضغطت start again لازم يختفي الماوس لاحظ اختفى الماوس كان الماوس موجود تبع الإديتور لكن في اللاعب ما راح يظهر ممتاز جدا كل الأمور تمام التمام طيب خلاص هيك نخلص هذا الدرس بشوفك في الدرس اللي بعده يلا في أمان الله مع السلامة